في البطولة اللي حصل عليها من سنوات كده خلى الناس تركز قوي مع كرة القدم يعني سوري كرة اليد. احمد الاحمر مش ما كانش بيلعب يعني الناس كلها بنيانه مش ضخم جدا لكن المهارات كانش بيلعب امبارح يعني مهاراته دايما كانت يعني ممتعه يعني حاجه كده يعني حاجه طبيعيه تحس ان هو لعيب توافقه عالي جدا مهاراته يعني لاي حد على فكره مش على مستوى مصر بس لا على مستوى العالم كله الناس كلها احمد الاحمر بالنسبه لكره اليد كان اضافه لكره اليد على مستوى العالم كله. حضرتك كنت فعلا ايقونه يعني هل ممكن نشوف في الجيل الحالي احمد الاحمر رقم 2؟ يعني انا على مستوى شخص طبعا في اكتر من لاعب ممكن يبقى نفس الفكره. احمد الاحمر ما كانش بس لعيب بس كان كمان قائد وكان محبوب جدا شخصيه فعلا شخصيه كان محبوبه جدا فلا في بعض اللعيبه ممكن يعني تبقى موجوده وتادي الدور بتاع احمد الاحمر ده الفتره الجايه ان شاء الله رب العالمين. يعني واحنا بنتكلم برضو عن كرة اليد محتاجين حضرتك تشرح لنا اكتر الملعب بيتصمم ازاي يعني اللعيبة بيبقوا اماكنهم ايه تحديدا للناس بقى اللي لسه ما تعرفش حاجة وحابة لو حد شايف طبعا المباراة امبارح بقى ومستمتع ونفسه يدخل اللعبة دي اللعيبة اماكنهم ايه الخطط بتاعتها بتبقى عاملة ازاي يعني اشرح لنا اكتر عن اللعبة. ده احنا نقعد بقى كده لا ده احنا قاعدين احنا مبسوطين انا يعني طبعا كره اليد يعني زيها زي مثلا الباسكت شويه تمام في اهداف والفريق كله بيهاجم والفريق كله بيدافع ما فيش حد مش زي كره القدم مثلا في ناس بتبقى يعني في خط خلفي بقى احنا عندنا خط خلفي ده مقصود بيه في عندنا منطقه محرمه بنسميها منطقه المرمى دي اللي هي 6 متر مش قريب من ما ينفعش تخشها وفي بقى منطقه اسمها 9 متر ال 9 متر دي حوالي 9 متر من المرمى الخط الخلفي عندنا ده اللي بيقف على التسعة متر دي لو بيشوط من المنطقه دي يعني او بيصوب من المنطقه البعيده دي مش كده بنسميه الخط الخلفي تمام. وفي خط الامامي عباره عن ونجين ومتوسط هجوم هم دول قريبين شويه اقرب ناس للمنطقه المنطقه المحرمه ناس الزون اللي بيقربوا فانت دول بتلاقي ايه في تزاحم عندهم عشان ما حدش يوصل لهم كره لانه خطر جدا لكن الخط الخلفي اللي هو على التسعة متر ده الخط اللي بيشوط من بعيد فبيبقى فيه فرصه شويه للايه لحارس المرمى ان هو يشوف عشان كده تلاقي خط الخلفي عندنا عشان بيشوف من بعيد هتلاقيه ما شاء الله اجسام قويه واجسام كبيره وقويه وسواعد يعني سواعد تقيله عشان تبقى كره يعني بالقوه اللازمه وكمان الجميل فيها يا فندم ان الجوال كتير طبعا ده بيمتع يعني وسرعه طبعا حصل تعديل في لوائح اللعبه نفسها او قوانين اللعبه نفسها